ظهور لا بدايه ظهور الرقبه وعندنا برضه من الخط اللي هي الحد الفاصل الميدنج زون اللي هي موجوده بين الرقبه اللي هي السرين هارد السرين هارد والسرين هارد اللي هي ما بين اليمين والارض وقبل اليد دي اللي هي الميد بوينت بعد كده احنا بنتكلم نقطه الفراشه اللي هي بتبقى اخر نقطه في المحرك نقطه الكسر اخر نقطه في المحرك لا ممنوع ما تخليش حد زيك يخش هتبقى خش عشان تخش ده مش هتمشي بس في فاشه بقى تبقى اخر نقطه في المحرك ممكن تكون اقل نقطه في الحالات اللي هي دي الطريقه دي اقل من نقطه في حاله اللي هو ممكن هي اعلى نقطه هي نقطه بس ده شكل برضه بيوضح لنا اللي هي المواد المختلفه اللي احنا درسناها اللي هي حاجه خالص اللي هي المواد البيتاتس والبوليمر والسيراميكس والكونسيت واضح ان الاولانيه دي بلاستيك او البيتاتس بتاعت الادويه السبعيه واضح ان هي برضه الاساس بتاعها يعني حاجه عاليه والسيراميكس برضه عالي انما البوليمر قليل ان الفاضي او الفايبر او البوليمر الفايبر يعني في جزء عالي في الفايبر الاستين هو يقع في ايديك من فوق 190 ميتين متر سكاد السيراميكس برضه بيجي لها دايركت من دايركت حاجات زي الديزاسترز يعني كده يعتبر مقارنه ما بين الارض الاقتصاديه اللي بدات تختفي. دي بقى الخاصيه الثانيه اسمها الدكتيلتي. الخاصيه اسمها الدكتيلتي اللي هي الماتيريال. او بنسميها الريلوكيشن اللي هي الاستطاله. الاستطاله او الدكتيلتي. هي ببساطه الاسترين الفاينل. الاسترين الفاينل بتاع كمية، الاسترين الفاينل كمية. لما بس الستريس سترين عندنا ان الباك ده لما بيحصل لها سترين فاينل باك سيستم سترين اقصى يعني اقصى سترين ده قبل الكسر المباشره قبل الكسر المباشره انما بعد ما العين تتكسر بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ هل الراس ده كله او السترين ده كله كل سترين كامله يعني على الدايم ولا في جزء بيرجع؟ احنا قلنا على اي موضوع هنا عشان اعمل لودنج وان لودنج عن نقطة بس موازي للخط اللي مستقيم هنا اللي ده اللي هو اتجاه الكونلودنج اللي هو عايز اعمل لودنج تاني يعيش نفس الاتجاه صح؟ لما اجي اقعد اي موضوع بعمل الكونلودنج بيرجع لي لان العينه بترجع بتستعيد جزء من الاستقامه بتاعتها والانفعال ده صح؟ فمش كل الانفورميشن ديت اسمها ايه؟ مش كل الاسترين ده جامد لا ده قبل الكسر المباشره يعني العينه لسه ما فصلتش من المكنه المكنه لسه شغاله قبل الفصل المباشره اللي هو لسه ما فصلش ده بعد الكسر هتطلع يطلع فيه صوت بقى يعني دي كانت بتبقى تلاقي كده في الاخر كان صوت بقى الصوت بتاع ده اللي هو صوت طاقه مستجعه اللي هي البلاستيك انرجي في طاقه هنا اللي هي تحت المثلث ده اللي احنا قلنا عليه اللي هي دي ايه؟ هنا هنا تحت المثلث الربعيه اللي هي زيت الربعيه لما احنا بنتكلم على لود فورميشن والمعايه الربعيه لما بنتكلم على سبيس 3 تمام؟ فلو سبيس 3 زي الحاله ديت فاصبح ديت معايه الربعيه وقلنا ان الكلام ده بيتم عند اي نقطه بيتعمل عليها من الحته دي فدي طاقه مسترجعه يعني دي طاقه متخزنه في الماده مجرد بسيط الحمض طلع عند الكسر الطاقه بتطلع فانت متخيل في السرير في الاخر خالص اسمه قطع لما العينه تتفصل وتجيب انت بقى العينه زي ما شفنا في الفيديو وتحط النصين جنب بعض كده وتيجي تقيس الطول هتلاقي ان الطول هيبقى اسمه ابسلون فاينل ابسلون فاينل ده النهائي ابسلون فاينل يعني ابسلون قطر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ابسلون فاينل زائد المنطقه دي المنطقه دي اللي هي فرق ما بين ابسلون قطر ناقص ابسلون فاينل مفهوم؟ ده اللي هو بيمرق ده اللي هو تمرق بيمرق ايه؟ انفورميشن او بتسميه التشكل المؤقت ده اللي كان مسترجعه دي طبعا الخزينه وطلعت مفهوم؟ انما ده الجزء الثاني ده بلاستيك سترين حتى هنا كده تقريبا ده بلاستيك سترين وده بلاستيك سترين ده بيرجع الجزء ده بيرجع الجزء ده بيرجع فالبلاستيك ابسلون فاينل ده في 100 اسمه دكتيل اسمها ايه؟ دكتيل او ديسبت لوكيشن اللوكيشن اللي هو بعد ما العجينه بتاعتها بيقول ده امبورتنت روتس يعني ده ملحوظه مهمه جدا مش هنقول لك هات لي في المساله الدكتيل دي تقول لي ان الدكتيل بيساوي ابسلون قطر في 100 لا مش مظبوط ابسلون قطر في 100 ده توتال سترين جزء منه بيشتغل وجزء منه مش بيشتغلش يعني الدكتيلتي اللي هي البلاستيك سترين البلاستيك سترين اللي هو الجزء اللي ما بيرجعش اللي هو بعد الكسر مباشره بالديفرنس في البيت الفاينل لينس اللي هو ده الابسلون فاينل ده اللي هو بعد الكسر فالطول هنا طول حاجه الابسلون فاينل بعد ما العينه بتفصل النصين بقيس ال فاينل بتاعها اطلع من ال نوت اللي عدد اللي هو البرود الاصلي خلاص يكون ايه؟ يديني دلتا فاينل دلتا فاينل ديت اللي هو الاسترين او الفورميشن النهائي لو سبتها على اي نقطه تيجي بلاستيك سبيد اللي هو نفس الفكره تاني ولا لا؟ فهمنا؟ كده
العينه قبل الكسر مباشره يبقى لها طول، والطول ده اسمه الابط اللي ايه؟ ابط اقصى طول. اول ما العينه تتكسر وجاي تروح جاي نصين حاطين جنب بعض، قست الطول من النقطتين اللي انا حددهم، عشان حددت نقطتين بعد الكسر، عشان انا محدد نقطتين على البر اللي هو اللينس اللو. عايز ثاني بعد الكسر مباشره دي ال 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 فاينل، ال فاينل يختلف عن ال اب. طيب قبل الكسر مباشره في طبعا لازم يدوب الباب، اول ما بيحصل الكسر، اول ما بيحصل الكسر يسترجع القيمه دي يعني تفضل يعني دي عامله زي ما معلش لو اسف بس كده حصل ياخد طول معين بعد الكسر مباشره بيتلاقى سبب الارتداد من ايه؟ للباب. الارتداد ده هو نتيجه الايه؟ للغصب. فهتلاقي وهي متعلقه على المكنه في الاماكن مباشره قبل الكسر طول ما ايه الاب من غير ما تتكسر تبدأ تقصر شويه. تقصر شويه ايه؟ شويه كل اللي هم هيسترجعوا نتيجه الايه؟ الاسيست بتاع المكنه. مفهوم؟ ف كسر الاخر ده اللي هو السترين اقصى سترين. انما كسر الفاينل ده اللي هو السترين النهائي الصافي بعد ما ايه؟ ما كنسلنا الجزء اللي هو الايه؟ المسترجع. كسر الفاينل ده في الدنيا يديه الايه؟ البرتيت. هنا كسر الاخر بيسمى كسر الفاينل زي سيجما فاينل على الاي. عارفين سيجما فاينل على الاي اللي هو ايه؟ الجزء ده الجزء ده مستطيل المسدس يحكم العلاقه ده اللي بيحصل بالوصف بسبب الاستريس على السترين. فالاستريس هنا سلاش تراكشن، والسترين هنا الجزء ده يحكم الوصف معروف. انا عايز السترين ده اللي هو دي دي دول اللي هو انت لو انت درست توسكي ايه بقى بالسكيل المسافه دي، المسافه دي اللي هي سيجما فاينل على الاي. ده اسمه كابسول اب ده سامحوها انا هكتبه مش اي اب ده اسمه كابسول اب. كابسول اب ده اللي هو ده كابسول اب ده بيساوي كابسول اف ده الحته دي، الحته دي بتساوي سيجما اف على ايه؟ على يابس مفهوم؟ والمثلث ده اسمه الالاستيك انرجي ريليز اند فراكشن اللي هي الطاقه المائيه المختزنه عند ايه؟ عند الكسر اللي هي بتساوي نص القاعده بالارتفاع، نص السبرين، نص السبرين اللي هو ده السبرين اللي هو سيجما فراكشن، بيساوي نص سيجما فراكشن في القيمه دي اللي هي اسمها ترانسبيرشن بايت. مفهوم؟ ادي العينه اهي، ادي النوت ودي نوت عند الكسر، الكسر نصين ماشي. فانا بحطهم هنا كده بجيب ايه الفاينل ده بعد الكسر بحط النصين جنب بعض ده اسمه الفاينل اللي ايه فاينل بعد ما راح الايه وحصل ريكفري، حصل ريكفري يعني حصل ريفرس. مفهوم؟ قفله؟ لا لسه خلاص حصل انت جيت ليه ما تفضلوا؟ بس بقى تبتدي تعرفها اللي هي مقياس البلاستيك ديفورميشن اتراكشن، اللي هي البلاستيك ديفورميشن اتراكشن. واقدر احسبها حاجتين، يا اما احنا عارفين ان احنا اسمها شات الطول بيحصل تغير والاستداره بيحصل تغير، وانا بتكلم على شات الطول بيحصل له ايه؟ استداره وغير صباعه تقمص. تمام؟ بقى في راسك تبتدي بطريقتين، طريقه بعدين بطريقتين بيبقوا كلمتين وكلمتين. ممكن احسبها كريس من اللوكيشن للوكيشن بسبب ال ال اف ال اف ال فايت. عارفين دي نقطه دي نقطه الكلام ده اللي هو ايه؟ بيحصل فاينل على اي نوت اللي هو ايه؟ اللي هو ايبسلون فاينل. تمام؟ ده اللوكيشن اللي هي بقى كده. وفي نهايه بتحسب بقى عن طريق الاريا ناقص الاريا الريدكشن في الاريا. الريدكشن في الاريا بيساوي اي نوت ناقص اي فاينل على اي نوت في الاريا. مفهوم؟ يبقى الدكتور دي خاصيه لازم المواد اللي هي بقى التقطير بتساوي الاستريت اللي هو الفاينل في 100 او تحسبها من الريدكشن في الاريا. وهي تعريفها اللي هي البلاستيك بلاستيك سترين اد فراكشن، بلاستيك سترين اد فراكشن. يعني مثال هتقول ان شاء الله اسمك ايه؟ اسمك احمد فيلم، في ناس كتبت رسائل اسمها مش كده؟ في ناس كتبت رسائل؟ اللي امبارح مش حاطط اكسبشن؟ حاطط اكسبشن؟ في الاولاني؟ اه طيب ده تاني؟ من البدايه خالص بنقول ان في استطاله صح؟ العلاقه هنا علاقه رسميه، الاستطاله هنا بتكون على طول البطن، نقول البطن. بعد كده بيحصل كده خالص عند الأنظمة بيحصل نك، بيحصل تكوين الرقبة. والنك ديت بيحصل لها مجموعة من البروسيسنج كده بتبقى بعدين مش عارف يحصل ايه بيحصل فلاش. فهنا في استقرار يونيفورم، يونيفورم لأنها منتظمة على طول البطن. يعني إيه منتظمة؟ يعني المسافة ما بين كل نقطتين زي بعض. إنما عند تكوين الرقبة هتلاقي المسافة عند الرقبة هنا كده المسافة هنا أو السترين هنا أو الديفوكيشن هنا بيزيد أكتر من الإيه؟ من الأطراف. ودي اسمها استقرار استقرار متغير أو استقرار نون يونيفورم أو استقرار إيه؟ محلية.
مش مصدره بقى عن استطاله هي دول النقط على سنه وسنه في الاول خالص عامل الظهور ده بقى كل النقط دي على نفس المسافه فينا ينفق الانفورميشن ده بقى هنا بيحكم على ان الدلتا دلتا بتاعته كلها عباره عن دلتا ان واحده دلتا ان دلتا واحده دي اصطلاح يونيفورم اصطلاح عام بقى دي اصطلاح عام الناس المعصوم دي بقى الانفورميشن الناس بتقضي مع طول كل ما طول بيزيد كل الانفورميشن بتزيد على طول القطاع في اللي هي بتنتظر الليبرايز دلوقتي علاقه فين في جاز او في البطر الجموش اللي ديال الليبرايز اللي عند الرقبه بتكون عباره عن ثابت في جاز ايه ايه يعني الفوكشن الكليه هو اصطلاح الانفورميشن الكليه تساوي دلتا ال تساوي زي واحد زي اثنين سوي ألفا بإم زي بيتا كاسي إيه مفهوم؟ دي أربعة إيه رقم لقب حقيقي بس إم سوي ألفا بإم زي بيتا كاسي إيه فأنا قسمت على إم فجبت إيه على إم في 100 دي اللي هي نسبة الريجيشن سوي ألفا بإم طبعا على إم هنا بقسم كتب على إم فهي دي ألفا زي بيتا كاسي إيه نوت على إم وفوق بصوا للمعادلة دي كده إيه نوت اللي هي الأريا عند الأريا الأصلية
ال 16 وطول تاني بال 12 هتلاقي ده باين ثاني خالص ده بين هنا كده مش انا حاجه بين سكه لازم تاخد ال بلاش يكون الطول فانكشن في ايه البوكس مفهوم العينه بتبقى كبيره ده كده بس انت بتبص في الكود على حسب انت برده بتدي راحه وبتكتب في تقريبا عينه عينه بتصير عينه ايه بتاع سبيس ترين بتاع ده تاني كده بتاع ايه؟ البريد التاني. مفهوم؟
هتلاقي الكابتن بتاعنا هتبدا تتكلم هتلاقي في حب كده كبير كده ده معناه ان الريليشن بتاعنا كبير يعني الكابتن ده كبير يعني المدى دي بعد كده طيب لو هي واقفه كده فالكابتن هنا كبير خلاص بس الخط كده بس الخط ده شبك الخط ده عشان تحسب من الكابتن ايه بدل ما تاخد ال فاينل تاخد ال فاينل اللي هو بعد الايه بعد الكفر ومن الفيجر تقدر تميز ما بين الماده الدقيقه والماده الكريتيكال صح طيب وتقدر تقارن تعمل مقارنه ما بين الماده الدقيقه والماده الكريتيكال في كل الاحوال بعد اللي خدناها في اليلد والاصل والحاجات دي كلها تقدر تميز ما بينها وتقدر تقارن ما بينها طيب زي ما خدنا اللي هي الريزيلينس ايه هي الريزيلينس ربعيه اللي هي كانت المسلسل المساحه تحت المثلث صح وخدنا قدره الريزيلينس وقلنا ديت اللي هي طاقه مختزنه ريكفر يعني ريفرسبل بترجع تاني صح في طاقه بقى ثانيه تختزن بس ما بترجعش اللي هي المساحه تحت المنحنى كله تحت المنحنى كله دي اسمها التفنس اسمها ايه التفنس او يسموها المتانه التفنس المتانه اللي هي المساحه تحت المنحنى كله دي اسمها المتانه ودي لها علاقه بمقاومه الماده للخدش يعني الماده لو انا اقدر اخدشها يبقى ديت التفنس بتاعها ليا لو ماده صلبه ما اقدرش اعمل لها خدش زي ما ناخد الهاردنس كده يبقى التفنس بتاعها عادي التفنس لها علاقه بالدكتيليتي يعني غالبا فلما يكون الكيرف عامل كده التفنس اللي هي المساحه تحت المنحنى كله فالدكتيليتي لما تزيد تلاقي التفنس بتزيد الماده الدقيقه والماده الكريتيكال تلاقي الماده الدقيقه التفنس بتاعتها اكبر ولا الكريتيكال؟ ها؟ طيب الدقيقه المساحه تحت المنحنى اكبر فتلاقي التفنس بتاع الدقيقه اعلى من ايه؟ من الكريتيكال الماده الكريتيكال ليها تفنس؟ ليها تفنس؟ الماده الكريتيكال بيبقى ليها روبي تيلد ليه؟ ممكن هي لها بلاستيك ليمت صح؟ بس ممكن يكون لها يد ممكن يكون لها جزء يعني هي مش هنقول يا اما البلاستيك بتاعتها قليله بلاستيك زون قليله يا اما معادله فممكن يكون لها يد اذا كان لها يد برضه هتلاقي التفنس هنا اكبر من الريزيلنس بالفرق ما بين الايه؟ الالاستيك ليمت واليد عموما التفنس بتاع البريتل والايه؟ والدكتايل هتلاقي الدكتايل طبعا تفنس بتاعها عادي اللي فيه يد وفي التمت وفي فراكشن انما ال البريتل ما فيهاش الا ممكن يجيب بس هو الجزء بتاع البلاستيك زون صغير جدا انما في حاجه اسمها سيمي دكتايل سيمي دكتايل بقى اللي هي الدكتيليتي بتاعتها بتكون اقل شويه اقل من الدكتايل ايوه اقل من الدكتايل اكبر من البريتل بس الدكتيليتي هتلاقيها لا اقل وفي المقابل هتلاقي الاسترنس اعلى احنا كنا خدنا الريزيلينس اللي هي المساحه تحت المثلث اللي هي نص بي في دلتا ريزيلينس انما المدرس في الريزيلينس نص سيجما او تسمع الفولت نص سيجما في ابسيلون طيب المساحه تحت المنحنى بقى يعني هو المفروض بتتحسب بالتكامل بس احنا هناخدها يعني معادله كده تقريبيه هنحولها كانها ايه كانها مستطيل ومثلث مستطيل ومثلث ازاي انا شوف كده يعني حاجه زي كده هعمل مستطيل ومثلث شايفين ايوه انت الناس بتقول لا عشان يمشي احنا هنمشي خلاص بس انا مش شايفه ولا شايفه انا بقرب مستطيل ومثلث بدل الامكان فباخد هنا الارض فوق الارض بتاعتي شايفينها اكتر حاجه انتوا شايفينها وفي ايه شايفين ايه اخد الالتيم زائد ميد على 2 كان باخد الايه خط ثاني هنا الخط ده المستطيل ده عباره عن سيجما ابسيلون ابسيلون هنا ناخده ابسيلون ايه ابسيلون عند فراكشن انما الطول باخده سيجما ييلد زائد سيجما الت على 2 هتشوفوها في الايه في الشرايح اللي موجوده معاك يبقى نص البي ييلد زائد خلي بالك لو هتعامل مع دي ودلتا يبقى هجيب حاجه اسمها تفنس حاجه اسمها ايه يبقى نص بي بتاع كوست كبير بي زائد دلتا بي ييلد زائد بي التيميت او بي ييلد زائد بي التيميت على 2 مضروب في دلتا ال فراكشر ناقص دلتا ال ييلد على 2 فده هيديك التفنس لو غيرت كل دلتا بيبسيلون وغيرت كل بي بستريس بستريس يديك الايه يديك المودرس اوف تفنس يديك الايه المودرس اوف تفنس في بقى هتلاقي جوه شويه تعريفات كده احنا عرفناها اثناء الشرح زي يعني ايه الاستيستي المرونه اللي هي قدره الماده ايوه اللي هي تستعيد شكلها حجمها الاصلي بعد ازاله الحمل من عليها وكذلك البلاستيستي والدكتيليتي اللي احنا لسه شرحينها والبروبورشنال ليميت خدناها اللي هو حد التناسق والالاستيك ليميت واليلد سترينث والالتيميت سترينث والمودرس بلاستيستي وهتلاقي شويه خصائص للدكتيل ماتيريال والبريتل ماتيريال في اللي هي البريتلنس اللي هو التقصف ايه هو التقصف؟ التقصف اللي هو ان الماده تتكسر قبل ما يحصل لها استطاله دايمه تتكسر اللي هي تتكسر قبل ما يحصل لها استطاله دايمه دي اسمها بريتلنس وفي اللي هي التفنس اللي هي ability of the material to withstand
او قدره الماده على امتصاص الطاقه دون ارجاعها مره ثانيه، هي غير الايه ريزيلينس، قدره الماده على امتصاص الطاقه ويرجعها، انما التفلس لا، قدره الماده على امتصاص الطاقه دون ارجاعها، لان الطاقه دي ممتصه في منطقه الايه البلاستيك زون. يبقى انا بقى ادرس الستري كيرف، وده خليه بقى المره الجايه. طيب خليكم بقى شويه ساكت. لا لا تحليل سليم. مش هتدرس بالغياب؟ مش هتدرس بالغياب؟ خلاص احنا عايز تمشي امشي. فين الغياب تاني؟ وقت مرة كمان؟ انتوا ما شاء الله في الامتحان كنت عارفكم كبير تظهروا في الامتحانات بس؟ لا والله في وقت لو كده عاملين كويز في المحاضره. لا ده كان ها؟ لا هيبقى مفاهم. لا مش هيبقى مفاهم. هيبقى مفاهم. لو قعدت كده هيبقى مفاهم. ماشي؟ يبقى انا اي حاجه بسيطه يعني مش تمام كده راح تمشي. طيب لاحظوا الاول خالص كنا نفس الستريس اللي كان كنت دايما حاسس ان هو انجينيرنج ستريس صح؟ مش اسمها حاجه انجينيرنج ستريس نورمال ستريس انجينيرنج ستريس نورمال ستريس صح؟ طيب انجينيرنج ستريس وانجينيرنج ستريس ان انا بقسم على واحد العين المصري الستريس قول بي على اي نوع صح؟ حتى في المسائل انت بيجيب لك بيديلك او بيطارك من الاختبار البي وانت قلت لك كل دي حولها الى ده ايه؟ بس بس انت بتسمع ايه؟ ايه هو؟ وكل دلتا بتكسب حولها الى ايه؟ سترين كابشن عن طريق ايه بتسمع ايه؟ على ايه النوت فاين وبتسمع كده بقى اسمه ستريس سترين كيرف قلنا اسمه نورمال ستريس سترين كيرف او انجينيرنج ستريس سترين كيرف انت بس على الايه نوت الدنيا بس هل ده واقع حقيقي؟ يعني ماشي شكل العينه؟ هل يبقى طولها هو قلبه؟ يبقى لها طول تاني. القطب هل بيفضل القطب ايه نوت ولا القطب ايه يختلف؟ احنا عاملين طبعا بكتيريا يونيفورم ديفورميشن ونيك وحاجات من دي. يعني اذا الطول عمال يغير. ما هوش لسه عند اللحظه الفلانيه اي لحظه سيجما اي عند لحظه اي ميست اي لحظه عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس على الجهه. انت بتسمع الايه؟ نوت. بس هي دي كانت موجوده. انا عايز اقول لك المعادله دي كويسه جدا بتطبق في حد ايه؟ دراستك. لان انت لو شلت الحمل بترجع عند الايه نوت. بترجع الايه نوت وايه نوت؟ طيب ده هيبقى البلاستيك ده انت لما بتشيل الحين فوق هتلاقي ايه نوت بقى قيمه اقل والان بقى قيمه اكبر فوق طيب عدد ما اصبحش منطقيه في محطه البلاستيك فوق فبتيجي نفس الحاجه اسمها ترو ستريس بريكر ترو ستريس ترو ستريس ترو ستريس عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس في لحظه معينه على الاريا عند نفس اللحظه الاسترين اللي هو ترو بيساوي الطول عند دلتا ال عند اللحظه ديت مقسوم على على ايه بعد نفس اللحظه دي؟ طب ايه عباره عن ايه؟ ايه عباره عن فراغولي؟ عباره عن ايه نوت زائد ايه واحد زائد ايه اثنين زائد ايه ثلاثه وهكذا؟ في علاقه تكامليه حد ستريت. اذا الفرق ما بين التروس ستريس والتروس ايه؟ ما بين التروس ستريس والنورمال، النورمال كنت بقسم على ايه نوت؟ انما الترو بقسم على ايه عند نفس اللحظه؟ يعني بالمعادلات التروس ستريس والنورمال ستريس، العلاقه ما بينهم ايه؟ احنا كنا عارفين ان النورمال عباره عن بي عن ايه نوت؟ مفهوم؟ انما الترو بيساوي اللود عند لحظه معينه على الاريا عند نفس اللحظه يعني سيجما ترو بيساوي فورس بي اي على اي ار كنا بنقول الانجينيرنج والنورمال بي اي على اي نوت ده هنا عند اي ار هنا بحاول اجيب العلاقه بين ترو ستريس والنورمال ستريس هنا الفوليوم ثابت يعني الفوليوم الاصلي هو نفس الفوليوم عند اي لحظه الفوليوم عباره عن اي ان صح هتلاقي اي نوت ان في اي نوت اي نوت ان هو بيساوي اي اي في ال ار صح ولا يبقى ايه هو رقم صحيح؟ سوي لي نقطة ايه هو؟ ايه هو؟ على ايه؟ هشيل دي وحطي مكانها بعد كده سيجما فوق تساوي البي على قدام ايه؟ خلي بي على ايه نوت؟
عشان هنعديها شكل ايه؟ نور عشان هنعديها شكل نور. فبقول بي ايه ده على ده؟ بقلت على ايه؟ على ايه النور؟ هنسيجة واحد نسوي بي النور بي نور نخد على ايه ومضاف المخلص ماشي؟ فده على ده نجيب اللي هم ايه؟ اللي هم سيجما نور يبقى سيجما ترو يساوي سيجما نور مضاف فيه ايه على ايه النور؟ مفهوم ايه؟ سيجما ترو يساوي بي اي على ايه نور مضاف ان اي على ايه نور سيجما بي اي على ايه نور ده سيجما نور ان اي على ايه نور تساوي ايه؟ ان اي ده طول على مسافه معينه اللي هو بيساوي ان نور زائد دلتا صح؟ اللي هو عباره عن النوت زائد على ان نوت ده هتيجي هو بقى بوست يبقى ايه 1 زائد ابسيلون يبقى اذا سيجما ترو يساوي سيجما نورمال في 1 زائد ابسيلون نورمال مفهوم؟ انا بقى ان انا بريد ازاي تو في العلاقه او تسيب العلاقه بين ترو ونورمال ده في المثال على طول سيجما ترو يساوي سيجما نورمال في 1 زائد ابسيلون نورمال يعني لو انا هديك مثال اسبيس 2 نورمال سبيس 2 قلت لك احسب لي الاستريس الترو عند اي نقطه تقدر تحسبه يبقى هي النورمال ستريس نقطه ايه؟ ستريس لاحظ هنا في المعادله هنا او في الفيجر ده الترو وده الانجينير في المرحله بتاعه لحد ايه فده ايه المعادله 60 2 زي بعض بالظبط قبل الايه قبل ما نخش في البلاستيك تقريبا هتلاقيهم 60 وبعد كده بس ايه الترو بيكبر عن الانجينير وده حاجه واضحه السيجما ترو بيساوي سيجما نورمال في 1 زائد ابسيلون 1 زائد ابسيلون 1 زائد ابسيلون يا رب ابسيلون دي تكون بوينت او مش عارف ايه يعني دي قيمه 1 زائد مفهوم اللي هو ابسيلون دي قيمه مجرده القيمه دي هتبقى اكبر من 1 يبقى دايما هتلاقي ابسيلون سيجما ترو بيساوي اكبر من ايه سيجما ترو اكبر من سيجما برضه بس في المنطقه اللي هي بتاعت البسط عشان كده الترم ده اعلى طب العلاقه بين السترين ده السترين اللي هو ترو والسترين اللي هو برضه بنفس لا احنا عارفين الاستريس السترين النورمال عباره عن ايه؟ دلتا ان على ال نوت على ال نوت بس الترو يبقى دلتا ان على ال نوت مجموعه دلتات كده زي دلتا ان واحد على ال واحد دلتا ان على ال واحد يعني السميشن بتاعتها كله يعني السميشن يعني التكامل دلتا ان على ال يعني اللي هي لين ان ناقص ان نوت يعني لين ان على ال نوت ان على ال نوت احنا لسه عاملينها بقى تفصيله عباره عن ان اي زي دلتا ان هي بتدل على ال نوت دي لسه شايلينها اللي فاتت حاطين واحده اكس نوت مظبوط فتلاقي اكس نوت بيساوي لين واحد زائد اكس نوت عشان دي معروفه كده اكس نوت بيساوي لين واحد زائد اكس نوت دلتا ان هو التغير في اللونجيشن فاكس نوت ال اي اللي هو الطول عند محصله معينه ال نوت اللي هو الطول الاصلي اذا بره لو انا مديك مساله فيها سبرين النورمال والانجينير سبرين اقدر احولها لايه؟ الى ترو بمعرفه النورمال سبرين يعني لو عندي نورمال سبرين اقدر مباشره اجيب الايه؟ ترو سبرين انما لو عندي مش عايز اجيب النورمال ستريس لازم يكون عندي حاجتين مع بعض اللي هو النورمال ستريس والنورمال سبرين لان عباره عن سيجما في 1 زائد ابسيلون لازم يكون عندي سيجما ماشي هنا كنا عملنا خدنا السترين كفانكشن في الايه؟ ممكن نجيب السترين كفانكشن في الايه؟ ده اللي في الاريا احنا قلنا الفوليوم ثابت يعني ايه نوت ايه نوت بيساوي ايه اي ايه نوت حط ايه اي على ايه نوت قلنا كده في الفيديو كنا كده قاعدين نشيل دي ونحط مكانها ايه نوت على ايه اي يعني المعادله هتساوي لين لين ايه نوت على ايه اي بالاي نوت فانكشن الايه؟ التي بيعمل سكوير فدي نوت على ايه اي سكوير لين يعني تقدر تقول التعبير الثاني يبقى لين دي نوت على ايه اي يعني لو انا عندي الطول الاصلي سوري القطر الاصلي وعندي القطر عند لحظه معينه اقدر اجيب ايه؟ الطول ستريت الطول ستريت بيساوي 2 لين تي نوت على دي واحد دي اللي هي المعادله اللي انا مش عاوز اجمعها ده اللي هو اللي جاب مجموع واضح ان الدير بتاع ايدنتيكال ايدنتيكال يعني دي زي بعض بتحاول ايه؟ لحد ايه؟ ماشي؟ فده في الاول خالص اتنين زي بعض بعد كده يحصل ان الارت اللي تشوف هو اللي بيكون طول ايه عاليه وان الدور بيكون شكل معتدل هنا العلاقة اللي هنا يحكمها معادلة الرانكس فولس ان الرانكس فولس بيساوي ستريس على ايه؟ ستريس دي معادلة اللي هي الخط المستقيم ده اي بيساوي كاش سيجما على اكس انما في المنطقة ديت المنطقة ديت فيها معادلة تانية اللي هي معادلة اس سيجما رو بيساوي سي وفي ناس بيسموه كي زد كاش رو اس ان اكس رو العلاقة ما بين سيجما رو واكس رو العلاقة دي هي المنحنى ده المنحنى اس الان دي اسمها لها علاقه بالحظ اللي هو التصاعد كده كده زي او ممكن تيجي لك مثلا تجيب لي تاخد على ان 500% في حد سي وان تاخد 5 في 10 في حد دي كاب من الناس ده اللي اسمه ترو والكي ده سالب اسمه سي او كي اسمه ستريس كوفيشنت وبرضه يا اما يجيب لك مساله يا اما انت بتجيبه مع بيت ولا حاجه مفهوم؟ هنا معادله معادلتين في البلاستيك زون معادله خطيه ثانيه خالص البلاستيك بيحكم على العلاقه اللي هي المعادله الاساسيه سيجما ترو سيجما ترو اس
ده بيديك بعض القيم الان والكي لبعض الانسبايك او المعادلة. المعادلة سيجما يساوي كي بالابسلون نص ان، دي بيسموها معادلة الفلو كيرف اللي هو بتاع البلاستيك. ده المعادلة بس بيسموها الباور رول انها نص ان. الان اللي جواها العلاقة ديت ان يساوي لو سيجما ارضي، لو انت حاجة سيجما ارضي وسيجما يجيب فكابسلون فراكشن او يجيب ان. يعني ان دي ممكن تكون جبل او ممكن انت بمعنيه خلاص الفار الثانيه دي او كده جت اسفل نقطه بيجي لي فراكشر نفس الفراكشر اقدر اجيب ايه اوكي ده هو الاستعاره دي عارف الكي ده سنتر في الكي كده اللي هو السنتر بتاع الاستريس كوفيشن بيساوي سيجما جيت على 2 منها اس ان. يعني ان بقى اللي بحطها معانا هنا بمعنيه ان سيجما دي اقدر اجيب ايه جبت الاثنين يبقى انا جبت ايه اقدر ارسم معادله فاقدر اجيب معادله اس ان كي يساوي اسم اس ان يعني اقدر ارسم حاجه برضه الاس ان. يعني هنا بيعطوا ستريس والستريم كان ستيم علاقه سبت كورس انما دي علاقه ثانيه بس علاقه فانكشن هنا فانكشن بص الاكس اس حاجه بس ايه علاقه سيجما تساوي سيجما 2 تساوي كي بلس 2 اس ان وان وكي اقدر اجيبهم بدايه سيجما جيم سيجما ار بلس فانكشن او هم بدايه سيجما. دي مساله عاديه خالص بيقول لك كومبير الجينيك ستريس والستريم وستروسس الستريم بدون ملوي بالظبط اللي احنا شفناه اللي هو المثال اللي احنا خدناه من اول خالص لما سافرت ستريم. هي العلاقه ان الكاس الجينيك ستريس طبعا فورس